باذن الله الاهلي يكسب باذن الله، يعني ده شيء يعني نتمناه وان شاء الله يتحقق يعني. واتمنى النتيجه تطلع يعني اوفر 2-0 ان شاء الله. لو لعب وسام ابو علي الاهلي هيكسب بفرق 3 جوال. لو ما لعبش لان هو كان بيقول ان هو مصاب، الاهلي هيكسب بفرق جول ان شاء الله. مكسب الاهلي 2 أو 3 وان شاء الله ما يكونش في اصابات، لان احنا تعبنا من الاصابات بصراحه. متوقع الاهلي ان شاء الله يكسب 3-1 باذن الله. ان شاء الله باذن الله 3-1 للاهلي باذن الله. امام عاشور وحسين الشحات ان شاء الله، وربيع ان شاء الله. امام واسامه ابو علي والشحات. اكرم وامام ومروان. حسين الشحات طبعا، انا عارف ان اسامه متهيألي اسامه هيغيب تقريبا الماتش ده، فحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ان شاء الله باذن الله. احد كوكا ومروان عطيه. كوكا ومروان عطيه باذن الله. يعني كوكا ما شاء الله يعني مصاب يعلى قوي، مروان كان عامل مباراة امبارح عظيمة جدا. لا بإذن الله يبقى مروان وكوكا وإمام بإذن الله. اللي يجيب الأجوان رامي ربيعة والشحات. فالأهلي هيلعب بنفس التشكيل وبنفس الخطة اللي بيلعب بيها كل مرة، وينزل مهاجم في أول لحظة ويجيب جول في أول ربع ساعة ويبتدي بقى يعزز الاهداف. ضغط مستمر من البدايه زي ما اللاعب قبل كده مغازى ماتش، بيضغط 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 ان شاء الله بيحقق هدف والتاني ويبقى خير باذن الله اللي انا قلت عليه 2-0. عودنا في الفتره الاخيره على الضغط المتقدم من اول المباراه يعني، وان شاء الله باذن الله برضو يعني اهم حاجه بس ان احنا نمتلك الكوره صح في نص الملعب يعني. عايزين نشوف بقى اللعيبه المحترفين بصمتهم في الفريق، يعني ابتدت تبان يحيى عطية الله وبيرسيتا، وبرده لازم ياخد فرصته من اول الماتش عشان مستر كولر يسيطر على المباراه. طبعا خط النص يعني هو قوه الاهلي في خط النص دايما او في الاطراف، فاحنا لو سيطرنا على خط النص ان شاء الله تكون النتيجه جميله يعني باذن الله للنادي الاهلي، وان شاء الله الفوز من نصيب النادي الاهلي باذن الله.